سلام جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ كيف معكم من جديد؟ واليوم الفيديو حيكون شبه النهايه للسلسله تبعيتنا، حاحكي فيها عن الماركتينج. كيف فيكم تعملوا ماركتينج للديزاين تبعكم؟ كيف تسوقوا للديزاين تبعكم؟ لانه نحن قد ما كان الديزاين تبعنا حلو ومرتب وواو اميزنج، اذا ما عملنا له تسويق، اذا ما عملنا له ماركتينج، ما حد بيشوفه وما بينباع، ساعتها ما بنجيب مصاري. اوكي، سو رح اعلمكم انا بهالفيديو كيف تعملوا ماركتينج، احد الطرق يلي انا بعملها، وبتمنى تستفيدوا. واتش تو ذا اند، لايك سبسكرايب ما تنسوا، وانجوي. فبكبس انا مشان طريقه مجانيه، بكبس هون بالسيرش بكتب فادر داي، وبروح على شيء اسمه جروب، بدور هون لفوق على جروبس. اوكي، كبست عليه كبسه واحده، شفت هون شو طلع؟ فادر، هلا بطلع ماذر داي، فادر داي جيفت هاي مثلا، شفتوها؟ بعمل جوين. هلا ما بدي اعمل جوين، يعني حملها كانسل، بس انه بتعمل جوين، تعمل جوين، تعمل جوين، تعمل جوين، تعمل جوين على الكل، تمام؟ وبس عملنا جوين مثلا، وصلنا بقبل جروب، بنصير نتفاعل معهم للعالم. حجرب اعمل هون، فتنا على الجروب مثلا هاد. فشو بتعمل هون؟ بتصير بتعمل كومنت على كل بوست، بتحكي معهم كلياتهم، عرفت كيف؟ بتعمل لهم كومنت لكلياتهم، وبترجيهم انه انت مهتم بالموضوع. ساعتها شو بيصير؟ بصيروا بيعرفوك، وبصار يعرفوك، بتحط لهم لينك، بتقول لهم انه تشيك اوت ذيس تي شيرت، انه شوفوا هاي التي شيرت، تمام؟ اذا الكنز له علاقه بعيد الام فنفس الشيء، بتفتح على السيرش بوكس هون تكتب ماذر داي. اوكي، بنروح على الجروب، هاي الكبسه اللي هون، وبنعمل جون على الجروبات كلياتها الكبيره، تمام؟ فانا هلا حاعطي مثال صغير، مثلا 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 شوف شو عندي جروبات. انا مثلا ارجين شو عندي جروبات، عندي جروب مثلا ربح من الانترنت. اوكي، مثلا هاي البوست بعمله لايك وكومنت، وهذا البوست بعمله لايك وكومنت، وهذا البوست لايك وكومنت، وهذا البوست لايك وكومنت، هيك كل شيء. واخر شيء بقول لهم للعالم مثلا بعد ما حكينا على الكومنت كذا، انه شوف هذا الكنز كثير حلو بتلبق لعيد الاب مثلا، او هي الكنز الحلو لعيد الام، عرفت كيف؟ كثير سهل الطريقه، هي عن طريق الفيسبوك جروبس. برجع بعيد اخر مره، تكتب على البوكس اللي بدك اياه، ربحنا الانترنت مثلا، بتكبوست شو ما كان الموضوع، بتكبسه هون بالانجليزي، مثل مثلا بدي انا ابيع كنزه لها علاقه بالفالنتاين، ماشي، عيد الحب، بكتب فالنتاين، فالنتاين، هي هون طلعت، شفتوها؟ فالنتاينز داي، وبكتب على الجروبس دغري، كبسه على الجروبس، وبلاقي كل هدول الجروبات، فانا بفوت عليهم كلهم، وبشوف شو في شغلات ماشية عندهم، وبحط لايك وكومنت، ويعني بتفاعل طبيعي بشكل طبيعي كعضو مجموعة، بتفاعل مع الكل، وبحط لهم باللينك الديزاين تبعي، تمام؟ فكتير سهل وكتير بسيطة هالطريقة. اوكي جايز، هلا عملت حساب فيك هون، وعملت له بيجتين، عملت بيج الأولى اسمها فادر، شو هاد يعني؟ عملت البيج الأولى اسمها فادر تيست تي شيرت، والثانية اسمها فادر تيست نين تي شيرت. كيف واحد بيعمل بيج؟ كتير سهل، تكبسوا على هذا السهم التحتاني، تكبسوا على كرييت بيج، بعدين تكبسوا على بزنس اور براند، او على هاي، يعني بتنقوا واحدة من هدول اثنين، مثلا نقيت هاي، بتحطوا هو مثلا اسم البيج تبعيتكم شو ما كان، مثلا حتى هون تيست تيست، حطيت انا هاي مثلا هون الاسم تيست تي شيرت او كلوذينج براند، فيك تحطوها بزنس او براند، يعني تفرق هي وهي نفس الشيء. بتعملوا continue، وبتعملوا upload للصورة profile picture، وبتعملوا صورة للcover picture، وهي تكون خالصين. انا ما هعمل هلا، هعمل skip. فهلا شو بعمل؟ بكبس على السهم بعد ما انا عملت الصفحة وسميتها test t-shirt مثلا، وظبطت الامور، حطيت كم post حلوين وكم صورة حلوين، وبعمل بس خلصت الامور كلها، بعمل post للt-shirt اللي بدي اياها انا، ماشي، بنزلها هون كصورة، وبكبس على هذا السهم، تمام؟ نزل لتحت وبكبس على create ads، شفتوا الكبسة؟ هل حياخدني على فيسبوك شوي غريب؟ هو هذا اسمه فيسبوك ads، هون بتعملوا الإعلانات للفيسبوك، تمام؟ نكبس على كبسة رح اسمها engagement، تمام؟ شو اسمها؟ engagement، يعني انه ناس
يعني فيسبوك بصير بياخذنا البوست تبعنا وبيحطه بوش ناس بتعمل لايك وكومنت وشير مشان البوست تبعنا يصير عليه لايكات وكومنتات وهيك، فبكوز على كبسه انجيجمنت وبسميها، بسميها مثلا انجيجمنت مكتوب، بخليها انجيجمنت مكتوب انجيجمنت فادر تي شيرت، تمام؟ عشان اعرف شو هي، بعمل سيت اب اد اكونت، يعني لازم اعمل اد اكونت، احط البلد وحط العمله وحط الوقت، تمام؟ بعد ما حطينا هدول الشغلات بقول على كونتينيو، وهون انا صرت على شيء اسمه هون اد سيت. فبما انه انا هدفي الفادر داي، شوف وين بدي بيع، تمام؟ فبكتب انا مثلا بدي بيع كنزة بامريكا، فبكتب هون بهذا الحقل هاد مكتوب جيرماني، باكسه بكتب يونايتد ستيت، هاي الاولى كونتري، شفتوها كونتري، بتكبس عليها هاي صار امريكا. اذا بدي بيع بامريكا وكندا بكبوتس كندا مثلا، بكتب تحتها كندا، شفتوها؟ بنزل شوي تحت بنشوف الكنزة لمين، يعني واحد عمره 18 سنة ما حيكون اب، تمام؟ فما حنلاقي 18، حنكبر عمره شوي، حيكون عمره بين 30 لل 65 منيح. حنحطها للمانوال للوومن، حتكون يعني اذا نحطها هاي للمان بصير بيشوفوها بس الشباب، اذا نحطها للوومن بصيروا بس البنات بيشوفوها، تمام؟ نحن حنخليها للكل مشان البنات يجيبوها كهدية للشباب والشباب يجيبوها هدية لآبائهم، تمام؟ بنحط اللانجوج، اللغة نحطها انجلش، الا اذا كان مثلا الاعلان تبعي بالالماني بحطها الماني، بحطها جيرمان او بحطها دويتش، اذا عربي بحطها ارابيك او عربي، تمام؟ هون مثلا ارابيك، شفتوا كيف طلعت عربي؟ فانا باكد سما بخلي على الانجلش. هون بهذا الحقل بحط كل شيء كلمات لها علاقه بالعيد بالكنزه، مثلا الكنزه عباره عن فادر داي يعني عيد الاب، فبكتب هون فادر داي، شو شو بيطلع لي؟ طلعت لي هاي، تمام؟ في هون هذا الرقم هذا الرقم 20 مليون واحد عاملين لايك للفادر داي، فانا 20 مليون شخص احتمال يشوفوا الاعلان تبعي، فانا ببص على الاولى، تمام؟ بعد ما ببص على الاولى في الكبسه السحريه تبع فيسبوك اسمها هي suggestions، اوكي؟ يعني فيسبوك suggested something to me، يعني هو بيعطي اقتراح، كبسه الاقتراح، تمام؟ سوا وهون شوفوا I love my dad، يعني انا احبه ابي، father day united state، my father، my dad is the best in the world، يعني شفت شلون هدول الشغلات كلها بتعلق بالاب، فانا بنقيهم كلياتهم، تمام؟ بتنزل شوي لتحت، نكبس هاي الكبسه edit placement يعني تعديل المحل، وبحطها بس هاي وبشيل الباقي كله، بخلي بس الصح على هاي، تمام؟ بنزل، بضل عم بنزل، بحط قديش بدي ادفع باليوم، مثلا بدي ادفع انا ما مو اكثر من 5 دولار باليوم، 5 يورو انا عندي هون لانه الماني، فبحط هون 5 وهو مكتوب ديلي بادجت، يعني البادجت اليومية قديش بدفع باليوم. فهلا هون عملنا هيك، بس نخلص ونعتمد على كل شيء نعمله كونتينيو، تمام؟ بس عملنا كونتينيو، هو بنقي اي بيج لنعرض عليها الاعلان، فمو انا عندي بيجتين والثالثة عملتها قدامكم، فبنقي مثلا على واحد على هي الثالثة، تمام؟ هون بدي اعمل هلا البوست، شو بعمل هلا؟ بعمل كرييت بوست، شفتوا الكبسة؟ هي الزائد، بكبس عليها كبسة مرة واحدة، تمام؟ فبكبس انا على الفوتو او الفيديو، هي الكبسة الأولى. هون بعمل ابلود للفيديو تبعي، رح اعمل ابلود للديزاين تبع امبارح، وتتحمل هون تحت عندي، شفتوا شلون تحملت؟ وهي بيطلع عندي الاعلان، فانا شو بكتب؟ بكتب عليها بس من فوق شوية كلمات، بكتب the best father day sorry father day t-shirt ever، افضل كنزة عيد الاب، اوكي؟ بكبس على كبسة شوب ناو، يعني تسوق الان او تبضع الان، وهون بحط اليو ار ال، بحط اللينك من المنتج تبعي اللي على الامازون، مثلا
بفتح الامازون مثلا اجيكم شوي. مثلا هي كنستي على الامازون وهالتصميمي، فانا شو بعمل؟ بروح لفوق باخذ اليو ار ال يعني اللينك تبعه، بس هي الكبسه اللي هون ماشي، بحددها كلياتها، بعملها كوبي وبروح الفيس بحطها هون، بعمل لها لصق بيست. تمام، فهلا شو حيطلع؟ حيطلع عندي هون كبسه شوب ناو. استنى شوي هلا بيطلع شوب ناو. تماما، فاذا حدا شاف هاي وحبها وكبس على الشوب ناو حيروح لوين؟ حيروح دغري على صفحه المونتاج، وهون حيكبس لها اد تو كارت وباي ناو ويشتريها، وهيك نحن بيجينا مصاري. فبس نخلص ونعمل كل شيء، نتفق كل شيء، بنعمل لها كونفيرم يعني موافقه، وهيك بنكون خلص. هون بدي اعمل له يا فيني ادفع بالباي بال، يعني يا فيني ادفع بالاونلاين بانكينج، يا بدفع بالكريدت كارد. تمام، انا غالبا بدفع بالكريدت كارد بطاقه الائتمان، ما بتفرق اذا مسبق الدفع او لاحق الدفع، ما بيهم، المهم تكون شغال. تمام، بتعملوا هاي الكبسه و كونتينيو، يعني بعد ما تعبوها هاي الشغلات هون، وهيك بنكون منتهيين باذن الله، واعلان تبعنا شغال. ما علينا هلا، وما علينا هلا الا نعمل بوستات حلوه ونكبر شوي الصفحه اللي لها علاقه بالكنزه تبعتنا، البيج نكبرها شوي، ونعمل اعلانات على عدد الكنزات. مثلا اذا عندي 10 كنزات بعمل 10 اعلانات. تمام، فكل اعلان بتخليني انت ماشي 4-5 ايام، وبعد 4-5 ايام بصير تعرف اوكي اذا ما انباع شيء فهذا الاعلان مو منيح، اذا انباع شيء فهذا الاعلان منيح. فاذا انباع شيء والاعلان تبع 5 دولار باليوم جاب لك مثلا مبيعتين، حقق لك ربح بقيمة 10 دولار، فانت هيك عندك ربح 5. فانت شو بتعمل هون؟ بتزود الكمية المصاري، فبصير بدل 5 باليوم تحط 10 باليوم وهكذا. وهيك بيكون خلص الفيديو تبعنا لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا، اعطيتكم انا معلومات نارية، اعطيتكم معلومات كثير قيمة. فاللي عنده استفسار، عنده سؤال، حط لي تحت بالكومنت رح جاوب عليه انا. ما تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب للشانل تبعيتي مشان تكبر، مشان انا استفيد وغيركم يستفيد وانتم تستفيدوا وكلنا نستفيد. فلايك سبسكرايب، شوفكم الفيديو الجاي وبيس.